صوت الشباب عندنا في الأردن مسموع، لكن للأسف هل عندما نسمع هذا الصوت نأخذه بعين الاعتبار أم لا؟ تشعر أنه بالأول بيحكي كل إشي وتمام، بس لما يصير بالوقت اللي لازم يحكي فيه بيوقف، بيخاف بيوقف. كل الشباب في عندهم طاقات موجودة داخلهم، بس الواحد بده إذا ما بيحكي الخطوة الأولى أو الخطوة لحتى أنه يطلع الإشي اللي فيه. نوصل صوت الشباب بطريقة كثير حلوة للناس، ولسه في أفكار كثير حلوة نتمنى نحن نطلعها. طلعنا من قوقعة لإشي كبير، لأنه أعطانا فرصة إنه نتحدث عن أنفسنا، عن عجلون واللي فيها. فهي كانت بالنسبة لي أحلى مفاجأة عن جد، إنه أنا طلعت بعرف بإشي ما كنتش مكتشفيته بحالي أصلاً. فبعتبر هذا المشروع له فضل علي صدقاً.